مرحبا شباب، وياكم علي محمد من قناة يونيك تكس. اليوم فيديو جديد ومرتب يخص سالفة مشاركة الرقم السري باستخدام الكيو ار كود، شلون نعالجها، لأنه كثرا سألت بالفترة الأخيرة عن هالموضوع بالنسبة للراوترات طبعا العادية العاوية مو المايكروتيك. أوكي، فأكيد أنت راح تتوقع أنه راح أشرح لك طريقة تثبيت الماك أدرس. لا حبي، مو هاي الطريقة، أنا حشرحها بطريقتي، طريقة الكلاوات. قبل لا أبلش بطريقة الكلاوات، خليني اشرح لكم كم شغله حتى تفهمون العمليه شلون تصير. اول شيء راح نروح لللان، اي راوتر بي 1 ولان، احنا حنشتغل بسالفه اللان وسالفه الدي اس بي سيرفر. ورا ما تدخل الرقم السري اللي بوكته عن طريق الكيو ار كود، راح تطلب من الراوتر اللي هو اي بي مثلا بالنسبه للتبلينك 01، راح تطلب من 01 تقول له حبي انا اريد انترنت بلا زحمه، ف 01 راح يقول له للدي اتش سي بي سيرفر هذا خطيه، انطيه اي بي خليه كنك، فينطيك اي بي مثلا 0.100 0.200 0.101، فتاخذ الاي بي. هاي العمليه تتم بشكل اوتوماتيكي ورا ما تدخل الرقم السري. احنا راح نعطل هاي العمليه ونخليها مانيوال او يدويا داخل الموبايل. فالراوتر ورا ما تتصل به راح يطلع لك جاري الحصول على اي بي، تعذر الحصول على اي بي وما يكنك. تمام، حتى نصعب العمليه اكثر، احتمال شخص شوي يعرف بالسوالف الشبكات يكتب 01 ويا اي بي معين يكنك، ورا ما يكنك رقم السري احنا راح نغير الاي بي مال الراوتر اللي هو البوابه، فبعد ما يقدر يعرف الاي بي بس انت تعرفه، الا اذا هو دخل على الاعدادات وطلعه. هاي عمليه صعبه، ما اعتقد يعني رجل خالتك من يجي يتعشى يمكم يعرف يغير الاي بي وهاي السوالف. مو بس لحظه جتني يمكن مكالمه اي. فهسه قبل لا نبلش تروح على شيء اسمه لان باي راوتر، تندا ما اعرف الاسماء من الراوترات، نتجير وغيره، اكو شيء اسمه لان. باللان اكو الاي بي مال الراوتر، اي بي اللان مو الوان، دير بالك، مو تروح العنوان تحط ستاتيك اي بي وتلوصها، لا مو هنا السالفه، شغلنا باللان. اوكي، اللي هو جهه الراوتر للمشترك او العفو للكاستمر، شو يسمونه انتم. زين، هذا الاي بي هو الجيت واي 01، هو الجيت واي الرسمي. السبنت ماسك او قناع الشبكه 255 3 مرات دوت 0، هذا تحفظه ثابت بكل الراوترات العاديه العاويه قلنا. زين، وعندنا الدي اتش سي بي سيرفر اللي هو ده يوزع اوتوماتيك. فاحنا اول شيء نسوي تروح لللان تغير الاي بي، تسوي اي بي انت تعرفه، مثلا انا حسوي 92.1 وانطي موافق حتى المقابل يعرف الاي بي. زين، بالنسبه للاي بيات تبدي من 01 او 0 قبل الواحد 0 الى 255، فتختار مثلا 240 41 42 بكيفك انت براحتك، المهم اي بي يختلف عن 01 حتى لا حد يتوقعه. زين، ما اعرف في الفيديو او لا، بس خلينا نجرب ويمكن يفتح حتى لا يأخرنا ويصير الفيديو يصير شطول الفيديو حي. زين، هسه ننتظر بس ياخذ 92.1، انا طبعا رابط كيبل فيربط عندي بسرعه. انت عندك ما راح تغير الاي بي، راح يفصل ويرجع يكنك. هسه اول مرحله اللي هو 92.1 هذا اي بي راوتري اللي انا راح احفظه بدماغي هو هذا. زين، تروح على الدي اتش سي بي سيرفر، راح تلقى ديسيبل، راح تلقاه هيك انيبل. اوكي، تسوي له ديسيبل، راح تشوفون انه يبدي من 92.100 الى 92.199، فانت تشوف منين يبدي وين ينتهي، تدخل ضمن هذا. مثلا اذا اريد اكنك موبايل اخلي مثلا 100 101 102، بس ال 92 هاي ثابته حتى يصير ضمن الرينج تحفظ. اوكي حبي، هسه خلصنا، هسه خلينا نجرب على الاندرويد. الايفون ما عندي بصراحه، ما استخدم الايفون، تدرون بيه سالفه تعاوي الايفون، عندي ايباد بس ما ربط بالمرور، ما ادري ليش. راح تنزل البرده مالتكم. اوكي، هذا محمد ستار داق عليه، خليه يروح هسه بعدين. قبل شوي داق عليه، تضغط على علامه الواي فاي، تدور على الشبكه، هذا كل الشبكات طبعا انا باثين وسالفه مسوي هوسه، دور على شبكتك هساني مثلا هاي محمد ستار، والله موتتني. اي بس خليك كمل الفيديو. اي، نجي على اسم الشبكه اللي هو هذا اللي نريد نكنك عليه. ما ليش ما اشرح بالموبايل، بس المفروض احط وضع طيران. هذا هاي الشبكه اللي حكنك عليها، اضل ضاغط عليها بالاندرويد واطي اتصال بالشبكه. اوكي، راح يطلع عندي اعاده اتصال تلقائيا ومتقدم، اضغط على متقدم، راح تلقون اعدادات الاي بي اسمها دي اتش سي بي، لان هي كل الموبايلات مبرمجه بهالطريقه. انا اسوي ستاتيك ثابت. اوكي، بعدين البوابه اكتب الاي بي مال الراوتر دوت 92.1 اللي هو احنا حفظناه وغيرناه،
فوق الاي بي شنطي 192.168 العفو دوت 92 دوت ورا الدوت من ال 100 ل 199 انت بكيفك. انا حنطي مثلا دوت 100 اوكي. راح اضغط حفظ. شوف حتى الراوتر بدون واير بدون باسورد بس هسه راح يفصل عندي لانه انا مسوي ميرورنج بالوايرلس ما اشتغل عندي بالكيبل. بس راح اشوف لكم اياه من يكنك. راح اروح على وايرلس وايرلس ستاتستكس راح تلاحظ انه الموبايل مالتي مكنك وبي انترنت اوكي. نشغل شيء انترنت موجود زين. هسه احنا قدرنا نكنك. بالنسبه للايفون اللعين تروح خلينا نشوف انه هاي الصفحه وين هالصوره اي بالايفون باعدادات الشبكه راح تلقى هاي الدائره الزرقاء عليها علامه اي ازرق تضغط عليها راح تطلع لك الاعدادات. تنزل شويه انزل انزل راح نوصل هنا راح تلقون شيء اسمه اوتوماتيك ومانيوال وبوت بي. راح تختار مانيوال راح يطلب من عندك الاي بي ادرس مثل ما قلنا اللي هو 92 مثلا. انا موبايلي الاندرويد انطيته دوت 100 الايفون انطي دوت 101 102 103 كيفك انت. السبنت او قناع الشبكه تكتب 255 ثلاث مرات. هناك بالاندرويد على مكتوب 24 عوف 24 هنا 255 ثلاث مرات دوت 0 وقع المايك اي. بعدين هنا عندنا الراوتر سدي يسجل لا جيد. عندنا الراوتر نكتب اي بالراوتر اللي هو 92 دوت 1 تمام. هسه احنا سوينا هاي الكلاوات بس بالنسبه انت ما راح تقدر تعرف بالدي اتش سي بي كلاينت ليست ما راح يطلع عندك كل شيء لانه ستاتيك واقف الراوتر ما دا ينطي اي بيات اوتوماتيك. هذا مختصر طريقه الكلاوات لخداع شو اسمه الشباب ما يكنكون على راوترك اوكي شباب. هاي اسهل طريقه وهاي تقريبا نقدر نقول يعني شلون نقول البسيطه تمام. بالنسبه للبلوتوث اذا هو بث بلوتوث راح يقدر يكنك عادي باعتبار الموبايل ده ينطي اي بيات مستقله. عمليه تعطيل البلوتوث هاي تحتاج مايكروتيك تشيل النانو ماتك وتخلي شو يسموه نانو مايكروتيك. بالمايكروتيك ممكن هذا الشيء داخل النانو تسويها بس باليوبنتي ما ممكن هاي الطريقه. هاي مختصر الطريقه شباب اتمنى تكون مفيده لكم حتى تخلصون من هاي السالفه واللي سالوني يخلصون عندهم بصراحه لان هواي سالوني. المهم تقبلوا تحياتي اخوكم علي محمد.